يشرح هذا الفيديو التعليمي كيفية ضبط الوقت والتاريخ والإعدادات الأخرى للموديل المذكور. اضغط مع الاستمرار على الزر الأيسر لمدة ثانيتين تقريباً للعودة إلى وضع عرض التوقيت من أي وضع آخر. يمكنك تبديل محتويات العرض الرقمي بين الوقت والتاريخ أو يوم الأسبوع باستخدام الزر الأيمن الأوسط. الآن اضغط باستمرار على الزر الأيمن الأوسط حتى يظهر رمز المدينة على الشاشة، وذلك لبدء وضع الإعداد. قم بتحديد مدينتك من القائمة باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي. اضغط على الزر الأيسر لضبط التوقيت الصيفي للمدينة التي تم اختيارها. قم بتشغيل إعداد التوقيت الصيفي أو إيقاف تشغيله أو تشغيله تلقائياً باستخدام الزر الأيمن السفلي. اضغط على الزر الأيسر لضبط تنسيق عرض التوقيت وتبديل الإعداد بين 12 ساعة و24 ساعة باستخدام الزر الأيمن السفلي. اضغط على الزر الأيسر لضبط الثواني وإعادة تعيينها بالزر الأيمن السفلي. الآن اضغط على الزر الأيسر لتحديد إعداد الساعة واضبطها باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي. وبالمثل قم باستخدام الزر الأيسر لاختيار إعداد الدقائق واضبط الدقائق باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي. قم بتحديد إعداد تنسيق عرض التاريخ بالضغط على الزر الأيسر، وقم بتبديل الإعداد باستخدام الزر الأيمن السفلي. الآن اضغط على الزر الأيسر لتحديد إعداد السنة واستخدم الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن الأيسر لضبط السنة. قم بتحديد إعداد الشهر باستخدام الزر الأيسر واستخدم الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي لضبطه. الآن سيؤدي الضغط على الزر الأيسر إلى تحديد إعداد اليوم، ويمكن ضبط اليوم المطلوب باستخدام الزر الأيمن الأعلى والزر الأيمن السفلي. اختر إعداد اللغة لعرض يوم الأسبوع باستخدام الزر الأيسر واضبطه باستخدام الزر الأيمن السفلي. يمكنك ضبط نغمة إخطار المهام بالضغط على الزر الأيسر وتبديل الإعداد باستخدام الزر الأيمن السفلي.
قم بتحديد إعداد نغمة تشغيل الزر بالضغط على الزر الأيسر، وقم بتبديل الإعداد وإيقاف تشغيله باستخدام الزر الأيمن السفلي. اختر إعداد الإضاءة التلقائية باستخدام الزر الأيسر، وقم بتبديل الإعداد وإيقاف تشغيله باستخدام الزر الأيمن الأعلى. اضبط مدة الإضاءة بالضغط على الزر الأيسر، وقم باستخدام الزر الأيمن السفلي لتبديل مدة الإضاءة بين ثانية ونصف أو ثلاثة ثوان. يمكنك ضبط وضع الطيران باستخدام الزر الأيسر، وتبديل الإعداد وإيقاف تشغيله باستخدام الزر الأيمن السفلي. استمر في تشغيل وضع الطيران عندما تكون في مكان قد تتسبب فيه إشارات الراديو في حدوث مشكلات. بمجرد ضبط الإعدادات بالطريقة التي تريدها، اضغط على الزر الأيمن الأوسط للخروج من وضع الإعداد إلى وضع عرض التوقيت. في وضع عرض التوقيت، اضغط على الزر الأيمن الأعلى لإضاءة وجه الساعة. لمزيد من مقاطع الفيديو التعليمية، يرجى الاشتراك في قناتنا الرسمية وإبداء الإعجاب بمقاطع الفيديو الخاصة بنا.